يمكن حضراتكم اكيد عارفين انه المطرب اللبناني الشهير جورج الراسي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد او نتيجة مسرعه في حادث سير مروع حصل النهاردة الفجر ما بين الحدود السورية والحدود اللبنانية. كان بيحيي حفلة ويعني ربنا اختاره، ادي اللي حصل وهو راجع بعد ما خلص حفلته. يعني عنده 39 سنة، يعني لو خدتوا بالكوا هو بدأ الغناء وهو عنده حوالي 16 سنة، ويمكن كان في ناس كتير جدا تتلخبط ما بينه وما بين جورج وسوف لتشابه الصوت وطريقة الغنى. كان صوته جميل رحمة الله عليه، ما يعزش عن اللي خلقه، لكن مهم عندنا ان احنا برضو نعرف ايه اللي جرى بالظبط. يمكن جورج الراسي رحمة الله عليه، الله يرحمه النبي، بس يا ريت ما يطلع لناش ناس تقول لنا اصل الرحمه لا تجوز على المغني والرحمه لا تجوز على المسيحي وما تطرحها، الكلام الفارغ اللي بيتقال طول الوقت ده في اوقات لا تليق، وهو اصلا كلام لا يليق، يعني مالوش محل بصراحه في النفوس البشريه بشكل عام، الانسانيه لا تعرف هذا الكلام الفارغ بصراحه. يعني خلونا ناخد معانا على التليفون الاستاذ احمد سنجاب، مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في لبنان. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بك يا استاذ يوسف، واهلا وسهلا بكمان المشاهدين. اهلا بحضرتك، ايه اللي حصل؟ عايزين نعرف تفاصيل عن اللي جرى. الحقيقه احنا فوجئنا النهارده الصبح بانباء كثيره جدا وكلها كانت معلومات الاول متضاربه، ما كناش عارفين نوصل للحقيقه بالظبط اللي حصل، لكن الحقيقه الوحيده ان هو جورج الراسي عمل حادثه بعربيته واصطدم بحاجز خرساني في نص الطريق ومات. الاسباب طبعا قضينا طول اليوم لغايه لما قدرنا نوصل للتحقيقات الرسميه والمصادر الحقيقيه للاخبار. فهي الفكره كلها ان هو كان بيحيي حفله في سوريا، واثناء عودته من سوريا بيعدي من خلال معبر اسمه معبر المصنع. معبر المصنع ده بيخليه يعدي الحدود السوريه لمنطقه البقاع في لبنان، ومنها بيوصل لبيروت اللي هو الطريق العادي يعني بتاعه. هو اثناء سيره في الطريق طبعا حضرتك عارف وجميع المشاهدين عارفين ما تعانيه او ما يعانيه لبنان في الفتره الاخيره طبعاً. من ازمات كبيره يعني طبعا، ومن اهم الازمات ان لبنان دخل بالكامل في ظلام دامس من امبارح بسبب توقف كل محطات التوليد اللي بتشتغل بالمازوت، لان مفيش مازوت يولد طاقه كهربائيه، فبالتالي الكهرباء الدوله اللي بتيجي من ساعتين او ثلاثه او اربع ساعات في اليوم هي بالاساس مش موجوده كمان حتى على الطرق الرئيسيه زي اوتوستراد طريق رئيسي واصل ما بين دولتين، مثلا بيطلع من سوريا يوصل لبنان وياخد من لبنان يودي سوريا. فغياب الاناره ده جزء اساسي من الحادث، والجزء الاخر هي فكره السلامه المروريه على الطريق، لان الطريق بيكون اربع حارات وفجاه بيطلع حاجز خرساني في النص بيفصل، ياخد يقسم الطريق نصين، نص ياخد طريق فرعي ونص يكمل على الاوتوستراد الرئيسي. والحاجز الخرساني ده اللي دخلت فيه العربيه بتاعت المرحوم جورج الراسي. ده معناه انه حتى الحاجز الخرساني ما كانش عليه عواكس ضوئيه تمكن الناس اللي سايقه العربيات انها تاخد بالها انه في تحويله او في تفريعه يعني. بالظبط، هو للاسف الشديد يعني حتى بعض الطرق يعني الحكومه اللبنانيه والمؤسسات بتبذل اقصى جهدها عشان تقدر تعمل اصلاحات في الطريق، لان الطرق دي دايما بتتعرض لبعض العيوب والمشاكل بسبب الجليد وذوبان الجليد والعوامل المناخيه الكثيره في لبنان، وهم متعودين على هذا الوضع، ولكن الامكانيات الماديه خلال الفتره اللي فاتت ما بتسمحش بعمل الصيانه وضمان السلامه المروريه على الطرق بالشكل الكافي. برضو يعني اضف الى ذلك برضو نوع من انواع الاجهاد مع الاناره، يعني الاجواء كلها ما كانتش في الاول وفي الاخر هو الحادث قضاء وقدر، يعني ده النتيجه الاساسيه من الموضوع، ولكن العوامل الاساسيه هي الاناره بالاضافه لفكره السلامه المروريه وسلامه الطرق في حد ذاتها كمان. كل شيء بيدور في لبنان او متعلق به دائما ما ياخذ تاويلا او ياخذ تاويلا واتجاها سياسيا، هل حصل اي تاويل لتفسير الحادث؟ اطلاقا، يعني حتى طبعا طلعت بعض الاشاعات زي ما قلت لحضرتك اللي في البدايه
طلعت اشاعات ان هو ما كانش موجود في سوريا، لا هو كان موجود فين، كان متجه، الطريق بتاعه كان من الى، يعني كل الحاجات دي كلها كانت مثار جدل، ولان كلها بتتناقل عن روايات ودعايات. لكن الحقيقه اول حاجه طلعت كانت من الدفاع المدني اللبناني ان هو ما قالش مين، قال ان في حادثه حصلت في المكان الفلاني وفيها اثنين، الاثنين دول ماتوا، بس ما حددش مين الاشخاص ولا اي كواليس خالص. يعني بدات بعد كده المعلومات واحده بواحده، خصوصا ان الموضوع ده بيبعد عن بيروت حوالي عن ساعه ونص تقريبا بالعربيه. يعني هو بمجرد عبوره من الحدود السوريه مباشره الى ان وصلت بقى ايه مؤسسات الدوله، وخصوصا النهارده يوم اجازه في لبنان، يعني السبت والحد ده اجازه نهايه الاسبوع بتاعتهم. فالفكره الاساسيه ان التحقيقات الى حد ما، وهناك متحدث او محامي مكلف من قبل الاسره بالتحدث مع وسائل الاعلام، وفعلا نتكلم مصرح لوسائل الاعلام، وقال ان حتى انتهى المعمل الجنائي من فكرة التشريح، وقالوا ان الجثمان سليم وكل الاصابات متعلقة بكسور في القفص الصدري، يعني مش اي شبهة تقود الى ان في عمل جنائي ضد جورج الرافي او في اي جريمة ارتكبت في هذا الموضوع بالكامل قضاء وقدر. لكن من ضمن التصريحات المهمة اللي قالها كمان المحامي بتاع الاسرة ان هو عايز يقاضي الدولة اللبنانية لفكرة سلامة الطرق. فدي من النقاط المهمة. طبعا برضو بالإضافة صار جدل مين اللي كان معاه في العربية، وده كان موضوع خد حيز كبير جدا من وسائل الإعلام النهاردة اللبنانية، ولكن هو في النهاية كان معاه مديرة أعماله وهي لقت مطرحها في الحادث ده. الله يرحمهم جميعا، الله يرحم الجميع. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ أحمد سنجاب، وشكرا على المداخلة وهذا الشرح لتوضيح الأمر فيما يتعلق بوفاة المطرب اللبناني رحمة الله عليه جورج الراسي.